بسم الله الرحمن الرحيم صاحب يال كل انتو عن ونقسن هلكم وكاب سومالي تي في ومركله يبرامج كينا عاوي سوماليا هدو الهي كرالي نغضو قوضب دوراي نكو فلنقين دونا برامج كينا عاوة قوضب داسنا وحا اوغو دور كرون قدوميها برلمان كادن مدوبة وشيق كوفو ذيي قارحي شلاي كدعي كل يد جالسيات واحد كلوات كو داون دون تام برامج كينا عاوة فافاهينا ديرادا وكسوا وحيا هو بيال لغو وير ريح روكو تالا مغالا دا مقديشو بارلمان كبوتلانو مان تانسيحي اي وحكا بدل كدستوركا ايو واحد برامج كينا عاوة كو داون دون تان شكي وين او لغا موجي اي قارحي شراي كدعاي كل يد جالسياد قضبا داس يكو يكسو كرنا برامج كينا عاوة أيات كدا وندون تنساحب يال سودو هذا قدوميها قلها الشعب كهاتناها كسمها مدحويناها الصوماليا شيادن محمد نور هذا المذومي وما انتشر جرايدو قبتي ورباهنتا يا كالي ويرركي اسمي دامنتا هاي شلي على الشباب كو قادين حرادة كل يد جال السيادة مقالة مقدشو وقوارين شيء غادة مدوبي عيا سيادة قو عم باري يوير الكاسي إساقو كو تلما مين وعامد فوليني ما أولو سوق اللي عيد مدى حوق دالكا وحان عم بارين يا فلكي فوليني مدى ها إن حريس درنا اي شلي دبات اللو قرسيي عيد مدى قلب كسيداي ومدى سوماليات وشقيني وانا كحو مهي ايوري كسمها مدحوينها الصومالية شيق هذا المدوبي ايا سيدوك لشكي وين كموجيه ويرركان ما داما لغو بيكسدي حرو عيدنو مهيما اساقو تلمامي الميشة وحكا دعي ايتهاي ميلان عادي اهين بل سيارنتان اي موجين ايسو مسولية دارو ادوين ماشي شلي رقاسي لغو بابي ميل اسكي منكرو ماهن ميل عادي اماهن ماشي اسوحا كموغتا مسؤولية حموه عيا كموغتا ايو راعيه سيدو كلاوحا وين تاسيكو داري لكن قائمين ايني ارين تاسيفو دوديين شكوين ايا ايقا كموغدا ارين تاسانيقا وحا اللو دول غادان كرانا ماهن ايو يري قدوميها دانكا كلاشي غادان مدوبي ايا امري سراكيشا هيا دا امريقا ايني سميان باريس دك دكا سيقا عانت اللو عوديقو كوحدي كدن بيساي قراحاس يكوي فدودي اي اي الشباب بدها اوقشو حرادة كل يد جالسيات سراكيشا يعيد مدى امنيق قابل السنة دا عدا وحان امر ايار انتا سن باريتان حوق ليه لغو سمييو دن بيلا ياشا اسكو دحقرين اي عيد مدى قلب كسيدا يا عدو قا افضودين ايا انقا عانت اللو عوديقو ايو مركل يري ادن مدوبي وير اركانو اها اسمي دامين ايا وحا فولي نفتيها لغا الشبابا او قلي كل يد جالسياد حلي اي سفاف دادير كجيري نعيد مكاتر سنكوة حوق الدالكا قارا هنقو تدا افر يتوانك اكتوبر اي فنقو دو ياهاي قدها مقالة ماركا سيكستابا وير اركان ايا سبب اي دمشو الا شن يلاباتن اسكري هالكا توتباتن كلا اي كودا وعمين سيدا حقتان اي كسو دوسيين سراكي العيدان فافاهينا ديرا ذا ايا كسو بحيا تيروهو بيا اللاو ساكي لغو قراي حرادا مسلاحي دقمدا هلواي مقالة دا مقدشو وارباهين تايا لاذا شي سركال كسو غن حرادا وحاونا اينو حقيجي اي انهو بيا شل لغو ويران اي اي كوكالا دعين قده ايو بنا كحرادا مسلاح إذا ماذا كسوغنا حرادا لغو وير ريهو بياشا أيا مركي بسميي هول قل إيقو قعانتا كسو ديه الشخصية اللي قلتوه ميو وير اركان سيدا يور باهين تاو شيغين حرادا مسلح أيا واحد ديغان إذا ماذا ملتريغا قارهان قوتادا لغو مقا عابو قالد بن وليد يا عمر بن غضاب كواسيو لو دياري وجيغ اللباد ديغال ككردن كاكو حدا الشباب وير اركان ايا ايمان ايا مالين كذب اون قرحي اسمي دامتا هاي نفتيها لغا الشباب او كفولي كل يد جالسياد كاسي او كده شي قساري حيو قنو سوكو جرا نمشي يا داوا
fadhiga golaha wakiilada Puntland ayaa gordhaweyd furmay iyadoo lagu dagaalay gadoodista wax ka bedelka dhar qodob oo kamid ah dastuurka xilibanada golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa cod aqlabiid leh ku milmariyeen ansixinta iyo wax ka bedelka dastuurka dowlad goboleedka Puntland waxaana ogol ugu codeeyay 54 mudane halka ay diideen 6 mudane oo kale cid ka aamustay ma jirin sida uu sheegay gudoomka baarlamaanka Puntland fadhiga maanta golaha ayaa waxa goobjoog ka ahaa 6 xiliban sidoo kale waxa ay mudanayaasha isku raaceen in madaxweynaha ay ku xigeenkiisa xilibanada golaha wakiilada ku yimaadaan oo lagu soo doorto doorasho qofiicod ah dhinaca kale waxa iyadana la kordhiyay codadka lagu waayi karo xilibanimo oo laga dhigay 44 cod halka uu markii hore ahaa hal dheeri kulanka baarlamaanka ayaa imaanaya xilli habeen hore lagu kala kacay kulan xasaasi ah oo Saciid Dani uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Axmed Karaash si uu ugu qanciyo qorshaha furista dastuurka Puntland kulankaasi ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa gudoonka baarlamaanka Puntland waxaana ujeedkiisu ahaa in Karaash lagu qanciyo qorshaha Saciid Dani ee furista dastuurka kaasi oo dagaal ka riday magaalada Garoowe Axmed Karaash ayaa la sheegay inuu iska diiday in uu taageero qorshaha furista dastuurka uu ku tilmaamay mid qalalaasa amni sababi kara kaasi uu gadaal ka riixayo madaxweyne Saciid Dani baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale dhawaan dib u dhigay wax ka bedelka qodobba kamid ah dastuurka si xal loogu helo khilaafka siyaasadeed ee ka jira doorashada ka taagan maamulkaasi inkastoo taasi waxba aysan ka bedelin qorshaha Dani uu gadaal ka riixayo kaasi uu maanta gudoonka ku dhaqaaqay si kastaba walaha baarlamaanka dhexdiisa ayaa si weyn isugu khilaafsan in dastuurka wax laga bedelo isimada Puntland ee garowga ku sugan ay madaxweyne Dani iyo gudoomiyaha baarlamaanka kala hadleen in ayna wax tallaabo ah qaadin inta ay xal u raadinayaan khilaafka ka taagan doorashada hase yeeshee taasi maysan dhicin xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay kulliyadda ciidamada ee jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ayaa shaki xoogan ka muujiyay sida uu dhacay weerarkaasi weerarkaasi oo ahaa ismiidaamin ayaa shalay lagu qaaday cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxaana la xaqiijiyay in qaraxa ka dhacay kulliyadda uu fuliyay nin soo xirtay waxyaabaha qarxa inkastoo aan la shaacin sida ay ugu suurtagashay inuu soo galo xerada xildhibaan macalimo ayaa shaki weyn ka muujiyay sida uu ninkani ismiidaamiyaha ahaa uu tegay halkaasi maadaama marka la eego goobta ay ku taallo kulliyadda sida loo ilaaliyo iyo baraha kontarool ee la maro aysan suurtagal ahayn in qarax xajmigiisu intaa la egyahay xeradaasi la geliyo waxaan aaminsanahay in dhallinyaradaasi difaaca dalka dariiska u xirnaa in lagu laayay shirqool gudaha oo laga yaabo inay ku lug leeyihiin saraakiil laba shaarlayaala oo dhiiggoodu faa'iido ku helay ayuu yidhi macalimow oo qoraal soo saaray waxa uu soo jeediyey in la sameeyo baaris degdeg ah taasoo ay hormuud ka yihiin dad aqoon u leh horseedana in la helo kuwii fududeeyey iyo kuwii dayacaada sameeyey intuba sharcigana la horgeeyo ciidanka la qarxiyey oo u badnaa guutada 14 Oktoobar ayaa waxaa laga keenay degmada marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana u socday dhibow ay ku galeen xerada lagu beegsaday waa tahay saaxiibayaal warkii aad kala socoteen Kaab Somali TV wanageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Barrow tan iyo kulanti dambe oo wanaagsan.